أعلنت شركة نفط الكويت السيطرة المبدئية على بئر المجوع 149 بعد التسرب النفطي الذي وقع الاثنين الماضي وأدى إلى نشوب حريق على بعد 700 متر من موقع التسرب. وقالت الشركة إنه تم استخراج البطانة الداخلية للبئر بشكل كامل مع المحافظة على البئر تحت السيطرة بوقت قياسي تجاوز المخطط له في مثل هذه الحوادث، معربة عن أملها بأن تسمح هذه الخطوة بإنهاء التسرب بشكل تام وفي وقت قريب، مؤكدة أنها تجري حاليا عمليات عزل للبئر على مراحل وصولا لعزل كامل للطبقات، مبينة أنه سيتم الإبقاء على موقع الشعلة لحين الانتهاء من ذلك.